نحن الآن متواجدين في قرية الجفرة. خلف هذه السواتر تماما هو مكان تواجد مسلحي تنظيم داعش، وفي منطقة تسمى حوج السقر. طبعا الفاصل بيننا وبين مسلحي تنظيم داعش الإرهابي هو نهر الفرات. نحن الآن موجودين على الجهة الجنوبية للنهر والمسلحين في الجهة الشمالية. هذا القطاع بالكامل يحموه أبطال قوات الدفاع الوطني في مدينة دير الزور. تصميم عالي على النصر من قبل هذه القوات الرديفة للجيش العربي السوري. أهمية المنطقة هي تفصل بيننا وبين دواعش بس سرير النهر ما يقارب تقريبا 20 متر. هذا الطريق حاولنا كذا مرة خرق الجبهة هاي باتجاه المطار، واحنا الشباب هنا مرابطين 24 على 24 رازدين الطريق، لأنه المنفذ الوحيد للمعبر الآليات هي النقطة هاي. واحنا أهمية المكان هذا أنه هذا مجرد ما صار خرق به مجرد ما فات مع المطار، والحمد لله فضل الله الكريم احنا صامدين والشباب كلها صاحية. ما لهم منفذ المسلحين إلا من هذا المعبر، ونحن راصدينه بالنهار وبالليل، فما عم كل ما حاولوا يتقدموا من هذا المكان عم يكبدهم خسائر وما نخليهم يأتوا بأي حركة خارج هذا المعبر. والله نحن جاهزين أي تسلل للمسلحين، إيده بإيده ما نزعزع، كل واحد بركان يثور، الجفرة صمدت والجورة وحيها رابش والقصور. من قرية الجفرة في دير الزور الإخبارية السورية، أحمد الحمدوش.